العائلة يفترض أن تفهم ابنها وين راح، يعني من الذي ألقى القبض عليه، أو من الذي غيبه، خلينا نسميها، خلينا نعطيها التسمية، جهة حكومية اقتادته إلى مقر حكومي، يعني عصابة معينة اجت أخذته، داعش، جهة من يعني من عصابات داعش اقتادته إلى أماكن غير معروفة. هذه الحقيقة الإجابة عليها صعبة، يعني احنا صارت كثير من الحالات وكثير من العوائل اشتكت، وكان يعني كان موضوعهم امام القضاء حقيقة، يعني متابعة من قبل القضاء، لكن الوصول الى الحقيقة والوصول الى المنفذين للعملية او المجرمين الذين قاموا بعملية التغييب صعب جدا. يعني بالتأكيد مثل ما قال الأستاذ أنس أنه هذه جريمة دولية، وجريمة قد تكون بمستوى جرائم الإنسانية.